واجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مدينة جدة اليوم مع معالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات الاخوه الوطيده التي تجمع بين مملكه البحرين والمملكه الاردنيه الهاشميه وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والتاكيد على الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين على الاصعده كافه خدمه للمصالح المشتركه